تبنتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي وصارت كل سنة تقام في كل دولة، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. وأنا المدرب حقهم والحمد لله. هذا اللي هي يا دكتور هذه وش تتكلم عنها دائما متميزة؟ شو هذه حوالي 8 محاور. أيوه. كيف إنك تكون متميز؟ حلو يا سلام. وهذه حوالي من 220 سؤال تقريبا. يعني استخلصتها من يعني أنت الآن يعني شو التميز؟ كيف إنك تكون مبدع متميز؟ كيف كنت تقول أقل ضغوط؟ يعني هي الإنسان العادي، بس أنت الآن كيف تطلع الجانب الحسن؟ يعني جاي تجيب مدرب يا سلام، جاي مدرب الآن، جاي مباراة أمس مثلا، أنا عجبني خطة مدرب الطائي أمس. إيه شفت له شلون سوى، حتى كان مطرود وكذا. أنت الآن كمدرب كيف تأخذ أفضل عطاء من اللاعبين، صح ولا لا؟ صحيح. يقدر يقول القضية دان التدريب هذه أنا كيف أخليك متميز في هالمكان، وأعطيك أسئلة معينة وأعطيك من إلى مثلا أقول ترى مثلا يجي 10 أشخاص ترى تأخذ جرعة كذا وجرعة كذا والراقبة طريقتها في التدريب، نعطيك قياس أول قد يكون 10% وبعدين بعد شهر تابعة التحسن، لا ما نعطي دوره وخلاص. هل انت ما تشوف فوق المسار زي ما ترى الله يعني عافي اللي يراجع حق الضغط او السكر تتابع صح سلام. بعدين اهم شيء انك كيف تحط الشخص في المكان المناسب حقه. انا عندي مبدا كل الناس مبدعين، كل الناس متميزين، بس يبغى لهم توجيه، بس اختر الواحد وين احسان وين تضعف فيه وين تضعف فيه. صح. التدريب هذا دوره انك تعرف هذا وتنميه، لكن لا تسوي واحد تدريب في وضع سيء. مثلا صعب انك تزرع في ارض صبخة، لا اختر الشخص المناسب صح ولا لا، بعدين حطه في الوقت المناسب وبعدين نمه وطوره. لا تجيب واحد توجهاته مختلفة، مثلا واحد طبيعته مثلا ما ابغى، واحد طبيعته مثلا في شخصية تحليلي ينتقد شكاك في بعض الامور يقرا بين كذا تقول له انا اخضر ليش حطيت لي انه اخضر، مثلا ترى موقعنا الان في الرمال وليش حطيته في الرمال، هذا بشكل عام ما يصح في مقابل الجمهور مثلا. اها صحيح كثير لا هذا وش اللي جمع العميل او مع المقابل بيروح يسأله ما له سنع. الطرف الاخر العميل او الزبون يبغى تخلص وضعه تمدحه وتخلصه، لا هذه يبغى له نوع شخص. بالتالي هذا اللي شفت الشخصيه هذه لا انت خدم الموقع حطه في موقع ونمى في مساره. هذا بشكل عام كيف انك تكون متميز في مجالاتك. صحيح. وكيف حتى عندك ضغوط كيف اخفضها. صحيح. الواحد ما يقدر علي زي الكاسه الان ما تقدر تملا في مويه، لازم تفضي وتفضي. صحيح. وتفضي صح ولا لا؟ مثلا كيف تخلي مثلا العقليه تفاهم انت برضو ضمن التميز في عندنا في الاتصال تعطي تقريبا في حوالي 25 حركه، حركه العين من هنا لهنا 15 عقده كيف تعرفها، مدة اليد حركة كذا معي، وضع الشماغ على اليمين اليسار. انت الان ما تقدر تعطي اكبر قدر ممكن معلومات لا تعطي المعلومات المناسبة. وفي بعض الاشخاص ترى ما يصرح معلومات بالكلام مع النظر والتطبيق. بعض الاحيان سبحان الله يتعلم واحد من التطنيش، يعني انت خذ مواصفات كل واحد وعطاه. هذه بشكل عام الدورة كيف انك تعطيك متميز. انتوا 40 كيف تكون متميز؟ صحيح. زي سابقا العاب القوى 100 متر، ترى 100 متر لكن يفرق الاول على الثاني كم ثواني، لكن انت متميز. انا الثاني ما عاد ابغى، اذا ما اكون الاول ما اكون. صحيح. ان لم اكن في الصف الاول امام ما عاد تفرق معي لو كنت من وسط الحضور. ها هذه مجمل التدريب صار عشق. انا عندي تقريبا اكثر من 14 دوره موجوده. هل في نيه الاستكمال او الاستمراريه دوره التميز؟ لانه يبدو انه في اهتمام ويبدو انه في لهفه. هي موجوده. اي والله هي موجوده وتحت امركم، العكس تحت امركم. هذا من الاشياء اللي اعطانا دوره يا ابو حسام. نبي دوره هنا، نبي دوره التميز. التميز زي ما قلنا هذه من الدورات اللي اعطانا اعضاء فريق بروين مجانيه، وتبغونها متاحه لكم. انه ترى بالعكس انه الله يرضى عليك في خدمه الجميع طالما في تميز
إن مع الناس ليش الله يطولهم ورغبة إن تحت أمركم يعني الله يطول طيب أبو حاتم أنت كنت أبغى تسأل قبل ترى أبو نايف في كثير يسألني عندي ويسأل